انا انا قلت للخطيب لما نجح قلت له بص لو ما عملتش غير الاستاد النادي الاهلي واتكتب ملعب محمود الخطيب yeah. اه طبعا. بص الخطيب ده لن ولم يجي لاعب زيه في تاريخ مصر لا قبل ولا بعد. مش بيقولوا مصر ولا ده الا ده الا ده. انا ما استمتعتش في حياتي كلها الا بالخطيب في الكوره. وقلت له لو عملت الاستاد ده كفايه عليك. هل هذا النادي العظيم ما عندناش ملعب ونشتري لعيبه ب 100 مليون وب 50 مليون عشان اخد مليون جنيه في الاخر من اتحاد الكوره بطوله؟ انا 42 بطوله واللي بعديه 12. بتتكلم في ايه؟ ده احنا نقعد في بيتنا والفلوس دي كلها ونعمل استاد النادي الاهلي هيدخل مئات الملايين مش الملايين بس. هو ده الفكر. هو ده المفروض يتعمل. مش اكسب بطوله بقى لي 20 سنه بكسبها واجيب لعيبه قاعده في المدرج ولعيبه ماشيه ببلاش ولعيبه اجيبه ب 2 مليون دولار وماشيه ب 250,000. احسبي كده على اللعيبه اللي مشيت ببلاش. طيب فتحي ده خد مني قد ايه؟ ابيعه ببلاش؟ عبد الله سعيد خد مني قد ايه؟ اسيبه ببلاش؟ تعالى جدده مع السلامه. حسام عاشور. لا حسام كان انا يعني معاتب عليه ان هو راح لعب في الاتحاد. لان انا ولاد النادي دول بالنسبه لي في حته تانيه خالص.